شاب وملكة من تيزنيت. صباح الخير يا ملكة. صباح الخير. صباح النور اختي جيهان. اهلا وسهلا بك، مرحبا. مرحبا بك جنة حبيبة، كي دايرة انت؟ لاباس عليك؟ الحمد لله والشكر لله، ملي كنسمعوا صوتكم كنسمعكم فرحانين انكم تبعين الاذاعة الوطنية، وهذه تحية للجالية المغربية المقيمة ديار المهجر، تحية لهم كيتصنتوا لينا، كاين تفاعل على الفيسبوك، شكرا لكم انكم دائما معنا ودائما متواصلين معنا. ولالا مليكة انت تبارك الله عليك، يعني متميزة بالاطباق، متميزة بالحداقة، ياك لالا. الله يكبر بك حبيبة، مرحبا بك. اولا نقدم لك واحد التحيه، تحياتي لك كبيره بزاف، وتحياتي للطاقم اللي كيرافقك. نعم، فاطمه ونوال وحليمه. نعم، تحياتي لهم كاملين. شكرا. وعواشركم مبروك، الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله. يا من علينا وعليك لالا مليكه. التسميه ديال الطبق جات من الطبق، عرفتيها ولا لا؟ لالا مليكه عرفتي الطبق القديم، والطبق اللي كان كان كنديروا فيه الخبز ملي كيطيب، طبق بالالوان، واللي بدعوا فيه تبارك الله الصناع التقليديين فين ما مشيتوا في اي منطقه. فهذاك الطبق هذاك راه هو الطبق ديال اليوم ان شاء الله اللي غتحطيه لينا في اللوحه الجميله على لالا مليكه. ان شاء الله نعطيكم هذه الدجاجه بالاعشاب، صراحه كتجي رائعه، من السيدات يجربوها وكتجي سهله. بسم الله ناخذوا المقادير. كناخذ واحد الدجاجة من وزن ديال 2 كيلو، يعني تكون منقية مزيان. اييه. وعندنا في الاعشاب عندنا 3 الوريقات ديال الريحان. 3 ورق ريحان. عندنا واحد العريش يابس ديال الحبق. عرش يابس حبق. عندنا واحد العريش ديال النعناع يابس حتى هو. عرش نعناع يابس. من الاحسن يكون داك العبدي. اييه. عندنا ورق موسى. ورق موسى. عريش أزير. عرش أزير. 2 حبات ديال القرنفل. 2 حبات قرنفل. عندنا شوية ديال الورد البلدي. الورد البلدي. عندنا واحد العريش ديال الكرافس. عرش كرافس. عندنا شوية الملح. الملح. وشوية البزار. البزار. عفوا. أييه. البزار من الأحسن يكون حبوب. واخا يكون حبوب. أييه. عندنا شوية الكمون حتى هو حبوب. كمون حبوب. اييه. هادشي اللي كاين في المقادير. وعندنا واحد 4 ديال الروز كلاسي. 4 روز كلاسي. كلاسي. اييه. نشوف الطريقة. ها الطريقة، بسم الله. شي طنجرة. طنجرة. وشي في برمة. كندير كاع دوك الأعشاب اللي ذكرت. اييه. وندير الدجاجة. والدجاجة. وندير عليها التوابل ونعمرها بالماء. توابل نقليها شويه لالا ولا لا لا ما تقلى، لا لا ما تقليش، هذه هكا اي هادشي كطيب غير في هاد الاعشاب. ما كاينش الزيت هنا، كاين غير الماء والاعشاب والتوابل. اي كاينه واحد سميتو واحد معلقه ديال السمن، راني واخا معلقه صغيره، واخا هذه بحال غير كتنسم، يعني كتاخذ النسمه ديال هاد الاعشاب هذه، بحال كتسلق في الاعشاب. هي لالا من بعد نخليها حتى كطيب. كنحيدها. نخليها حتى تبرد، وكندهنها بشويه ديال الزبده مخلطه مع شويه التحميره هكا باش تعطينا اللون، وكندخلوها للفران. ندخل الفران. هي من بعد هذاك الماء اللي بقى عندي كنصفيه وكنسلق فيه هذاك الروز. واخا هو موجود. اييه كنسلق فيه هذاك الروز وكنصفيه، صافي الطبق ديالنا موجود في التقديم. كنفرش طبسيل بالخس، كنحط ديك الدجاجه وكنرفقوا بالروز، كيجي رائع وسهله سهله وكتجي روعه. واخا. ونعطيك واحد العصير كيخرج كميه كثيره. واخا الا سمحتي لاله مليكه نعاود معك المقادير، لانه من المهم ان نوقفوا على التفاصيل ديال هاد الاعشاب المنسمه اللي عطيتينا. اذا قلتي لنا لاله كاينه دجاجه من وزن 2 كيلو، هذه بوحدها منقيه ومغسوله مزيان. غناخذوا 3 ديال ورق الريحان، عرش يابس ديال الحبق، عرش نعناع حتى هو يابس ويكون نعناع العبدي، ورق موسى ولا ورق سيدنا موسى، عرش ديال الازير، 2 حبات قرنفل، الورد البلدي، عرش ديال الكرافس، وعندنا الملح والابزار من الاحسن يكون حبوب، والكمون كذلك من الاحسن يكون حبوب، وربعة ديال الروز كلاصي. في الطريقه قلنا غناخذوا طنجره. نعم لالا. ومعلقه ديال السمن صغيره ياك ديال السمن. معلقه صغيره ديال السمن.
طيب في طنجره وقلنا غناخذوا جميع الاعشاب وهاد الدجاجه هذه والتوابل ونحطوا هاد الدجاجه هذه حتى كطيب في هاد النسمه هذه وفي هاد الماء هذا اللي هو منسم ونحيدها ونخليها حتى تبرد ندهنها بشويه ديال الزبده وشويه ديال التحميره. هذه هي يعني لا غوسيت ديالك هذه الوصفه ديالك انا باش تحمر وندخلها الفران حتى تحمر على خاطرها. من بعد ناخذ هذاك الماء اللي بقى لينا واللي فيه هاد الاعشاب المنسمه غادي نصفيه ونسلق فيه الرز. وفي التقديم كله والتقديم ديالها لاله مليكه وتبارك الله المغربيات مبدعات في التقديم وفنانات في التقديم. تبصيل وخصيص وتجي وجا في الوسط والرز مرافق لهذا الطبق هذا. غتعطيني عصير كذلك مرافق لهذا الدجاجه بالاعشاب. بسم الله. هي عندك هذا العصير بخيزو وبالخوخ واخا وكيخرج كميه كثيره ممكن السيده المهم تستعملوها هكا في رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. عندنا واحد كيلو ديال خيزو مسلوق. كيلو خيزو مسلوق. ايه عندنا نص لتر ديال واحد لتر ديال حليب معقم. لتر حليب معقم. عندنا روح ديال الخوخ. الروح ديال الخوخ. عندنا واحد نص تقريبا نص كاس ديال العصير ديال الحامض اللي ما بغاش تيدير واحد معلقه صغيره ديال حجر اللين. انا هاد حجر اللين كنتفاداها كندير عصير الحامض. نص كاس ديال عصير الحامض وما كاين احسن من الحاجه الطبيعيه لاله مليكه. شتي هاد الروح ديال الخوخ يعني ممكن الاستغناء عليها كاينه ولا ما كايناش لاله مليكه؟ اي ممكن ممكن راه ممكن لان فيها الخوخ راه ممكن نستغناو عليها. راه ممكن العصير قد ما كان طبيعي قد ما كان صحي لاله مليكه. وهاد الاضافات اللي صراحه بيني وبينك ضفناها لحياتنا وضفناها للتغذيه ديالنا راه فيها مشاكل كثير على الصحه ديالنا. فكنتمنى اي اضافات كيماويه نبعدوها ونمشيو اللي هو طبيعي. وهذا هو اللي كان صراحه بيني وبينك لاله مليكه الموضوع ديالنا مع لاله حنان ازرقي هو المشكل ديال التجميد. حنا كنعرفوا دابا السيدات دابا شهر وما كيوجدوا شهر وما كيطيبوا كيديروا في الكونجيلاتور. فهذه عاده سيئه جدا. خصنا نعرفوا شنو هو شروط التجميد الحاجه اللي كتجمد والحاجه اللي ما كتجمدش. ان شاء الله هذا الاسبوع غنتكلموا. الله يجزيك بخير بعدا على هذا الموضوع. مهم جدا مهم جدا. انا كنسمع يعني سيدات اللي كيطيبوا الحريره وكيديروها في الكونجيلاتور ديال الاسبوع ولا ديال جوج الاسابيع. علاش الحريره الا ما طيبش في نهارها بالكرافس ديالها وبالريحه ديالها وما نشمش ريحتها وانا داخله للدار؟ اش من رمضان هذا واش من فطور هذا لاله مليكه؟ متفقه معايا ولا لا؟ اه بصح والله الا متفقه معاك. بصح يا حبيبه واخا اسمحي لي على النصيحه ولكن مهم جدا انا نسطر على المسائل. انا حتى انا سميتو اضافات صراحه كان في داري كنحاول نحيدهم صراحه. انا والدور ديال برنامج لقاء المفتوح هو التوعيه وهو التحسيس لاله مليكه. طيب قلنا عصير ديال خيزو ياك هذا والخوخ قلنا غتاخذي كيلو ديال الخيزو مسلوق عندنا لتر ديال الحليب معقم وهذا الروح ديال الخوخ بين قوسين ياك لاله ونص كاس ديال عصير الحامض. ايه ايه عندنا نص كيلو ديال سنيده. نص كيلو سنيده. ايه وعندنا نص كيلو ديال الخوخ عشان يكون طايب. طايب ايه ايه وعندنا الماء الكافي. والماء الكافي كنطحنوا كل شيء. هاد المسائل هادو كنطحنوا شويه بشويه لان الكميه تكون كثيره ومن بعد كنزيدوا في الماء الا بقيناه مثلا ثقيل ولا بغينا خفيف كنزيدوا في الماء. واخا صافي وكنحتفظوا به في الثلاجه ونشربوه راه كيجي رائع صراحه. كيبقى غير في الثلاجه العاديه شحال تقريبا كيبقى؟ يومين؟ لا لا يومين. كيدير فيه يوم وغدا صافي في الحليب. واخا راه هو راه فيه داك الحليب معقم. واخا لاله مليكه شكرا لك على هاد الدجاجه بالاعشاب وشكرا على العصير وخيزو والخوخ وان شاء الله في حصه لاحقه باذن الله. عطينا السفوف وعطينا ان شاء الله الشباكيه باذن الله. خلينك على خير.